بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السادة الكرام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في هذه الندوة التي يعقدها القسم العلمي في هيئة علماء المسلمين لتكريم شخصية لها أثرها العلمي والدعوي والمجتمعي بعنوان الشيخ الدكتور ياسين ناصر الخطيب وجهوده العلمية والدعوية، الذي وافاه الأجل يوم الأحد الماضي 15 ذي الحجة 1442 للهجرة، الموافق 25 تموز 2021 للميلاد، رحمه الله تعالى. وتتضمن هذه الندوة ورقتين. الورقة الأولى يقدمها الدكتور عمر مكي مسؤول القسم العلمي في الهيئة بعنوان الأثر العلمي لعلماء العراق في الخارج، ويقدم الورقة الأخرى الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في الهيئة بعنوان جهود الشيخ الدكتور ياسين ناصر الخطيب العلمية والدعوية. ونبدأ مع الدكتور عمر مكي، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الورقة البحثية في هذه الندوة هو الأثر العلمي لعلماء العراق في الخارج. يعد التفوق العلمي والمعرفي من أعظم ميادين عز الأمم ورفعتها وسموها، وما حال ضعف هذه الأمة في عصرنا الحاضر إلا أثر من آثار تخلفها عن ميادين العلم. ولقد أدرك سلفنا هذه الحقيقة، فقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل يؤول. ومن هنا يعلم أيضا ضعف التجديد وفشو التقليد، وكما قال شوقي: والناس في عداوة الجديد وقبضة الأوهام من حديد. ومع هذا الذي تقدم، فإنه لا تخلو الأمة ممن يرفضون أهلها والعالم الإسلامي من الثراء المعرفي على مر الحقب والأزمان. ولقد كان لأثر علماء العراق داخله وخارجه من الجهود العلمية المتميزة في الكتابات والدراسات الرصينة الدالة على البعد المعرفي والعطاء الدال على الجد والاجتهاد والهمة العالية، وقد نالوا إكرام المواطن التي هاجروا إليها ونزلوا فيها لما وجدوه عندهم من النفع العام في علومهم وتخصصاتهم المختلفة. فمن خدم المحابر خدمته المنابر. وهذه الندوة عقدت من أجل إبراز قيمة الجهود العلمية وتسليط الضوء على أحد مفاخر علماء العراق وما بذلوه في سبيل نشر العلم وغاياته السامية في مجالات الحياة المختلفة، وهي أيضا استثارة للهمم والعزائم وتعريف بإفاداتهم وآثارهم. ولا ريب أن عطاء العراقيين المتأخرين متصل بمتقدميهم، فقد روى الخطيب البغدادي بسنده عن أحمد بن يوسف بن موسى يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى تلميذ الإمام الشافعي يقول: قال لي محمد بن إدريس أي الشافعي: يا يونس، دخلت بغداد؟ قلت: لا. قال: يا يونس، ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس. وقال الإمام الشافعي أيضا: ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفرا إلا بغداد، فإني حين دخلتها عددتها وطنا. ويمكن تجلية الآثار العلمية لعلماء العراق في الخارج على النحو الآتي: المؤلفات والبحوث والتدريس في الجامعات والمعاهد العلمية والإشراف على البحوث والدراسات العلمية والمشاركة في المؤتمرات والندوات أيضا العلمية والدعوة إلى الله تعالى. ومن أمثلة جهود العراقيين المعاصرين شيخ الأصوليين الدكتور عمر عبد العزيز الشيلخاني رحمه الله تعالى. ولد الدكتور عمر في مدينة كركوك بالعراق سنة 1944 للميلاد، وتتلمذ على يد والده رحمه الله تعالى، وكان من كبار مشايخ العلماء الأكراد، وكان ممن درس الدراسة التي جمعت بين الدراسات الكتاتيب والدراسات الحديثة المعاصرة من خلال الجامعات والمدارس الدينية. التحق بالأزهر لدراسة إكمال دراسته الجامعية، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الأزهر
عام 1966، وحصل أيضا على الماجستير في أصول الفقه من جامعة الأزهر نفسها أيضا، وحصل على الدكتوراه أيضا في تخصص أصول الفقه. وكانت رسالته في تخصص أصول الفقه بعنوان مباحث التخصيص عند الأصوليين، ويعد هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة والموضوعات الدقيقة، وقد جود في كتابه ورسالته تجويدا هائلا في هذا الكتاب. لقب بشيخ الأصوليين لبراعته وفنه وإبداعه في علم الأصول، فكان فارسا في هذا الميدان. ومن خبراته العلمية كان مدرسا بكلية الآداب في قسم الدين بجامعة بغداد عام 1972 للميلاد، وكان أستاذا أيضا مساعدا في كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، ورئيسا للقسم الدراسات العليا في جامعة بغداد، وكذلك أستاذا في قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وشغل منصب وكيل قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية أيضا في المدينة المنورة، وأعير أيضا أستاذا للدراسات العليا في جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وأستاذا للفقه والأصول بكلية الشريعة في جامعة قطر، وحصل وعين خبيرا للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بدولة قطر، وكان عضوا أيضا في لجنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف. نتاجاته العلمية، أبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء كتاب حكمة الشريعة، وكتاب سبل البيان، والزيادة على النص حقيقتها وأثر ذلك على الاحتجاج بالسنة الألوحادية المستقلة بالتشريع، والمعدول به عن القياس والنقص من النص ومقتضى النواهي كما فهمه السلف الصالح. ومن بحوثه أيضا خيار الرؤية في البيع بحث محكم، وخيار المجلس في البيع، ومفهوم الشرط، والفقه في الكتاب والسنة، ومفهوم الصفة والاحتجاج به في الشريعة والقانون. توفي رحمه الله تعالى يوم الأحد الموافق 25 من الشهر السابع سنة 2010، الموافق يوم من شهر شعبان لعام 1431 للهجرة رحمه الله تعالى. من العلماء الذين يعني كان لهم أثر في الخارج، والذين حققت يعني حقيقة لهم أثر علمي ونتاجات علمية، هو الدكتور إبراهيم بن محمد بن يوسف الفايز رحمه الله تعالى، البصري المولود في البصرة عام 1948، أكمل الدراسة الأولية فيها، ثم انتقل إلى بغداد لإكمال الدراسة البكالوريوس من كلية الإمام الأعظم، ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية، وحصل هناك من معهد القضاء العالي في الفقه المقارن على شهادة الماجستير، ثم الدكتوراه في عام 1986. عمل رحمه الله تعالى إماما وخطيبا في جامع البصرة الكبير، ودرس في المعهد العلمي في مدينة الزبير بمحافظة البصرة، وكان أستاذا للفقه الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وله رحمه الله تعالى جهود كبيرة في المؤتمرات العلمية والندوات ورئاسة اللجان العلمية والدورات العلمية والتطويرية، وألقى عددا كبيرا من المحاضرات، منها محاضرات لطلبة هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، ومحاضرات في تشريع التخطيط الإسلامي للمدن على طلبة الماجستير في كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك فيصل، ومحاضرات في التشريع الجنائي الإسلامي في أكاديمية نايف للعلوم الأمنية، وهو أيضا رئيس لجنة كشمير المسلمة في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وله مشاركات في برامج إذاعية وتلفزيونية دعوية كثيرة. أما جهوده في التأليف والتصنيف، فمنها الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، والمخدرات في الشريعة والقانون، والبناء وأحكامه في الفقه الإسلامي، والقتل والاشتراك فيه، والضيافة والزيارة في الإسلام، وتحقيق كتاب الجدار لعيسى بن موسى التطيلي، وتحقيق كتاب النفائس لبدر الدين القرافي، وتحقيق كتاب القضاء في البنيان من النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني وغيرها رحمه الله تعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور عمر مكي على هذه الورقة القيمة. وننتقل إلى الدكتور مثنى الضاري، تفضل دكتور. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما
وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الإخوة في القسم العلمي على هذه الندوة التكريمية للفقيد الشيخ الدكتور ياسين ناصر الخطيب الكويسي رحمه الله. وهذا داب القسم العلمي وداب أيضا قسم الدعوة والإرشاد عندما يستذكرون سير علمائنا الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى، من كان منهم داخل العراق ومن كان منهم خارج العراق، وهذا من باب الوفاء لهم، من باب إظهار جهودهم وعلومهم وأثارهم وبيانها للناس وتعريف الناس بهم. فيما يتعلق بهذا الموضوع أيها الإخوة، كلما عظم دور أو أثر شخص ما وكثرت مجالات إبداعه وتكاثرت مؤلفاته ودراساته وأعماله وإصلاحاته، كثر الحديث عنه واشتهرت سيرته وأصبح حديث الناس، إن كان على المستوى العام أو على المستوى الخاص، مستوى أهل الاختصاص من أهل العلم والفن الذي برع فيه أو العلوم والفنون التي عرف بها. هذا هو مقتضى العقول ووقائع الأحوال والأيام تدل على ذلك، ولكن ليس بالضرورة أن يتحقق هذا دائما. وللأسف فإننا في العراق يبدو أن مقتضيات العقول ووقائع الأحداث والأمور لا تنطبق على الوقائع في الغالب، فكثير من علماء العراق تنطبق عليهم الأوصاف المتقدمة، كثرت مؤلفاتهم وكبرت جهودهم وتعاظمت آثارهم وشغلت حياتهم كاملة بالسعي في سبيل الإصلاح والعلم وبذل الفنون والمعارف، ولكن لا يعرفهم كثير من الناس، لأن بعضهم لا يعرفه أهل بلده، ومنهم الشيخ الدكتور ياسين ناصر الخطيب رحمه الله، ومنهم الدكتور عمر عبد العزيز الشريخاني، ومنهم أسماء كثيرة جدا قد نستعرضها أثناء الحديث. جزا الله خيرا دكتور عمر مكي عندما عرض لنا جانبا من سيرة عمر، الدكتور عمر الشريخاني شيخ الأصوليين والدكتور إبراهيم الفايز رحمه الله. ولكن إذا جئنا نستعرض الأسماء التي بذلت وقدمت الكثير للأمة وللعراق ممن رحلوا خارج البلاد لأسباب مختلفة، فسنجد أن القائمة تطول وتطول وتطول. منهم على سبيل المثال الدكتور عرفان عبد الحميد فتاح رحمه الله، أستاذ الفلسفة والأديان والفرق المعروف، الذي توفي في ماليزيا قبل سنوات طويلة. هذا من حيث الأشخاص الذين أو العلماء الذين توفوا قائمة تطوير. أما الذين ما زالوا إلى الآن يعملون خارج العراق ويقدمون للأمة وللمعارف الكثير الكثير، وهم أحياء أيضا لا يعرف عنهم كثير. يعني الآن شيخنا شيخ علماء العراق، كبير علماء العراق الشيخ عبد الملك السعدي، لعل عمله الكبير والكثير في العراق و خروجه متأخرا من العراق ثم مكوثه في الأردن قريبا من العراق جعله معروفا للعراقيين ولغير العراقيين، ولكن هناك أسماء إلى الآن تبذل وتعطي وتنتج ولا تعرف إلا في محيط ضيق. مثال ذلك الدكتور يعقوب عبد الوهاب البحسين، قضية كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والعلامة الفقيه والأصولي المعروف وابن البصرة الذي خرج من العراق سنة 1980، ثم كثرت بعد ذلك مؤلفاته ولا سيما في علمي الأصول والقواعد الفقهية حتى أصبح مرجعا وحجة في ذلك. الدكتور قاسم السامرائي أستاذ التاريخ المرموق الذي يعيش الآن في بلاد الغرب، وتاريخه وعلومه الكثيرة أضحت الآن هي مصادر ومراجع للدراسة، وسيرته وحياته إلى الآن تدرس في كثير من الجامعات الغربية جراء ما قدم من أعمال كبيرة في التاريخ، في التحقيق، في علم المخطوطات وما إلى ذلك. هذه أمثلة فقط، وإلا القائمة تطول كثير ممن توفوا في الخارج وغير معروفة سيرهم وعلومهم. وأنا أذكر هنا من
لم يعرف كثيرا وإلا هناك عرفوا في العراق، ولكن قال الله سبحانه وتعالى أن ينتهي أو يأتيهم الأجل في بلدان أخرى. الشيخ عياد أيوب الكويسي على سبيل المثال، الدكتور وليد حسن العاني، وقس على ذلك أمثلة كثيرة جدا. إذن هناك حالة خاصة في العراق، وهي أنه علماء العراق ومبدعوه في الغالب لا يجدون التكريم المناسب والذكر المناسب والتعريف المناسب بهم حال حياتهم، وبعضهم حال حياته وبعد مماته، ولذلك أسباب لعل منها هو عزوف العراقيين عموما عن هذا الموضوع. العراقيون معروفون بأنهم لا يتحدثون عن علمائهم ولا يعطونهم هذه الهالة التي قد نجدها في أماكن أخرى. من أسباب ذلك أيضا الظروف السياسية المتقلبة التي مرت بالعراق، والتي أثرت تأثيرا كبيرا على حالته الثقافية والعلمية، ولعل تراجع فنون الطباعة وأساليب الطباعة وطباعة الكتاب العراقي وعدم انتشاره من هذه الأسباب. ثم أيضا تواضع كثير من علماء العراق وعزوفهم عن الكتاب أولا، أو عدم الترويج لكتبهم بعد أن يكتبوا ويؤلفوا الكثير منهم، وهناك منهم من كتب الكثير الكثير ولكن لا يعرف إلا بكتاب أو كتابين أو ثلاثة. وأيضا السبب السياسي أن بعض علمائنا وأدبائنا ومثقفينا لم تتح لهم الظروف المناسبة للتعبير عما يريدون، وعاشوا حياة صعبة في العراق خلال السنوات الماضية، سواء كان يعني في إطار ما يسمى الدولة الوطنية منذ قيام المملكة العراقية وحتى عام 2003، مع اختلاف الأسباب واختلاف الصراعات مع الأنظمة، اضطر كثير منهم إلى الخروج خارج العراق. مثال ذلك الشيخ أمجد الزهاوي في الخمسينات اضطر للخروج ومكث مدة في المدينة المنورة، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعود إلى العراق. الشيخ الصواف أيضا خرج من العراق منذ أمد مبكر، وإذا ذهبنا نستعرض الأسماء فهي بالعشرات وقد تبلغ المئات في مختلف التخصصات والعلوم، تخصصات العلوم الشرعية والتاريخ واللغة العربية وما يتعلق بها كثيرة، فما بالك بالعلوم الأخرى. أضرب مثل ثم أدخل على سيرة شيخنا وأستاذنا ياسين ناصر الخطيب رحمه الله. كلكم يعرف عباس العزاوي مؤرخ العراق المعروف، ولكن هل حظي عباس العزاوي بالقدر من المعرفة والتكريم والانتشار في العراق؟ يكاد يكون أكثر علماء العراق ومؤرخيه موسوعية وتأليفا، ولكن الكل عندما نسأل يقولون تاريخ العراق بين احتلالين، موسوعته الكبيرة من ثمانية أجزاء وهي موجودة هنا في أحد الرفوف، وحق له أن يشتهر بها، ولكن إذا طلبنا كتابا ثانيا سيقولون عشائر العراق، وحق له أيضا أن يشتهر بهذا الكتاب الذي يعد إلى الآن من أكثر كتب أنساب العشائر مقبولية في العراق. لكن بإحصاء بسيط يسير لمؤلفاته، الشيخ محمد القرداغي رحمه الله أحصى له فقط من العناوين في دار صدام للمخطوطات بعد أن نقلت تركته التأليفية ومسوداته ومخطوطاته أكثر من 100 عنوان، وفي مكتبة المتحف العراقي تقريبا 71 عنوان عدا المقالات والبحوث والدراسات الأخرى. المشكلة أنه هذه لم تطبع أكثرها. شخصية بهذا العمق وهذا الثراء يتم تجاهله تماما، لا تقام عنه ندوة ولا مؤتمر ولا تعتني وزارة الثقافة وإعلام بطباعة كتبه. قبل وفاته جامعة بغداد عرضت عليه شراء مجموع المخطوطات والكتب، مكتبته ضخمة جدا يكاد يكون من أكثر جامعي المخطوطات في العالم، يقارن هو بالأب أنستاس ماري الكرملي وبعض الأشخاص في بلاد أخرى، وبذل كل ما يستطيع من أموال من أجل جلب هذه المكتبة. عرضوا عليه في الستينات أن تشترى منه بمبلغ 100,000 دينار عراقي في ذلك الوقت، ورفض، كان معتزا بمكتبته، قال لو تنطوني 250 بل لو تنطوني أكثر من ذلك لن أبيع. بعد وفاته أو قبل وفاته، توفي سنة 71 69 70 68 ذهب لوزارة الإعلام من أجل طباعة كتاب اسمه برج بغداد، يتحدث عن بغداد وعظمة بغداد وعلماء بغداد. وزارة الإعلام قالوا راح نحول الخبير علمي، قالوا أنا عباس العزاوي وبهذا العمر وأنا عضو المجمع العلمي العراقي ورئيس لجنة التأليف والنشر اللي هي نواة المجمع العلمي العراقي في الأربعينات، يعرض كتابي على خبير، فسحبه.
حصل بينه وبينهم نقاش، منع من النشر في المجلات العراقية، اضطر ينشر وين؟ مجلات سعودية ومجلات مصرية. هذا عباس العزاوي، هذه القامة العلمية. بعد وفاته الصورة موجودة ومؤلمة، شفت الصور موجودة منشورة في أحد الكتب. وينقل مير بصري المؤرخ المعروف العراقي أنه كان مرا أمام الدار ورأى كيفية نقل هذه الوثائق، لوري حمل ويشيلون ويكومون بلوري الحمل. وإلى الآن لم يصدر كتاب أو دراسة بيبلوغرافية فارسية عن مؤلفات عباس العزاوي بسبب هذا التشتت. أما اللي يقولون خرج بالحقائب الدبلوماسية أو بيع بالقواني في سوق الشارع المتنبي وسوق السراي فحدث ولا حرج. فرغم هذا الجهد الكبير وهذا الاسم العظيم والمستشرقين هو عضو في كل المجامع الممكنة، مجمع العلم العراقي، مجمع اللغة العربية في مصر، مجمع العلمي في سوريا، مجمع اللغة التركية، مراسلات لهم عن المجامع الهندية والغربية، رغم كل هذا والوزن والثقل والتاريخ لا يكاد يعرفه أحد، وإذا عرفه يعرف الاسم فقط. ولم تطبع كتبه، بينما طبعت كتب لتلاميذه، لمن كان ينسخ له، لمن كان يعاونه، لمن استفاد من كتبه في فترة الستينات والسبعينات، أو في مرحلة الستينات والسبعينات، حتى أصبح يشار إليه أنهم هم مؤرخوا العراق ونسي عباس العزاوي رحمه الله. نأتي على الشيخ ياسين ناصر الخطيب وهو مدار هذه الندوة. الشيخ ياسين ناصر الخطيب من علماء العراق الكبار ودعاته، قد مارس الأمور العلمية والدعوية، درس في المدارس الأولية ثم انتمى إلى المدرسة الأصفية، مدرسة الشيخ عبد العزيز السالم السامرائي المعروفة التي خرجت الكثير من علماء العراق، ثم بعد ذلك دخل معهد المعلمين، ثم دخل الجيش كإمام في الجيش أو واعظ في الجيش العراقي. فلاحظوا إذا تنقل بين المدارس الرسمية الاعتيادية والمدارس الدينية، ثم دخل سلك الجيش وهكذا، وخدم في مناطق متعددة من العراق إماما وخطيبا في المسيب، في القرمة، في يعني في مناطق أخرى. ثم وهو قريب من عمر 40 خرج إلى المملكة العربية السعودية يبحث عن دراسة الماجستير بعد أن أكمل كلية الإمام الأعظم في سن متأخر، وهذا غالب علمائنا اللي تخرجوا من درس الدينية أكملوها في وقت متأخر، الشيخ عبد الملك السعدي والشيخ عبد الحكيم السعدي والشيخ ياسين ناصر الخطيب والشيخ الشيخ طاهر البرزنجي رحمه الله، كلهم دخلوا في سن متأخرة كلية الإمام الأعظم أو كلية الدراسات الإسلامية. فذهب وهو في مقتبل 40 يبحث عن دراسة الماجستير في المملكة العربية السعودية، وقدر الله سبحانه وتعالى يستقر في مكة المكرمة ويأخذ الماجستير ويأخذ الدكتوراه ويعمل فيها، ثم يبتعث للعمل في أندونيسيا عدة سنوات، ثم يعود إلى المملكة العربية السعودية ويعمل أستاذا في جامعة أم القرى للدراسات العليا، ثم بعد تقاعده يعمل مستشارا في الجامعة نفسها وفي مراكز عدة، ويتعاون مع منظمات دعوية هناك في المملكة العربية السعودية، وأن يموت في المملكة في مدينة مكة المكرمة. فقيض الله سبحانه وتعالى أن يخدم العلوم الشرعية عامة في السعودية وخارج السعودية وفي أندونيسيا كداعية، ثم يموت في المملكة العربية السعودية. والآن كثير من طلبة الجامعات أو من أساتذة الجامعات وعلماء المملكة العربية السعودية وأنحاء العالم الإسلامي هم تلاميذه، كما الشيخ الدكتور حسين خلف الجبوري مد الله في عمره الآن في أيضا في مكة المكرمة. كثير من علماء السعودية الذين رأيناه والتقينا بهم يقولون هو أستاذنا. وقس على ذلك الدكتور أحمد عبد الرزاق الكبيسي رحمه الله، أيضا توفي في مكة المكرمة. هذا الجهد وهذا العمل قرنه أيضا بوفرة في التأليف، سواء في مجال اختصاص الأساسي الفقه أو في مجالات أخرى، وكتبه كثيرة. يعني على سبيل المثال هو في الغالب تخصص فيما يتعلق بفقه المعاملات، وإن يعني هذا أنه لم يدرس أو يكتب في مجالات أخرى، فمنها بيع المزاد وأحكام السجود وأحكام جلسة الاستراحة ونظرية الضمان والبيع بشرط البراءة من العيوب والتذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن، هذا التحقيق، والفتح الرباني مفردات الإمام أحمد بن حنبل الشيباني تحقيق أيضا، وبين القرآن والعهدين القديم والحديث، هذه دراسة أديان مقارنة
فضلا عن بحوث ومقالات ومشاركات في مؤتمرات علمية وبرامج إذاعية وتلفزيونية في السعودية وخارج السعودية. كل هذا الجهد الطويل مع الخبرة عندما يكون مستشارا لمعهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي، أو مستشارا في المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، أو مدرسا للدراسات العليا في معهد الحرم المكي الشريف، كل هذه الجهود تدل أولا على القدرة العلمية وعلى الكفاءة وعلى المكان التي وضع فيها وعلى التقدير الذي حظي به ممن كان يعمل عندهم، سواء كان في الجامعة في مكة المكرمة أو في المعاهد الأخرى أو خارج المملكة العربية السعودية. هذا الجهد الكبير معروف لدى طلاب الشيخ وأقران الشيخ وأحباب الشيخ وأقارب الشيخ وأصدقاء الشيخ وزملاء الشيخ، ومنهم الوالد رحمه الله الشيخ حافظ الضال الذي كان زميله في المدرسة الدينية وزميلا له حتى بعد ذلك وصديقا عزيزا عليه. ولذلك نعرف كثير من الأمور الشخصية عن الشيخ ياسين من خلال علاقته مع الوالد ومن خلال العلاقة العائلية بين العائلتين، بيت الخطيب وبين عائلته. فضلا عن ذلك، فالشيخ ياسين أيضا كان معنيا بهمومي وشجوني بلده العراق ولم ينقطع عن متابعة ذلك. كل هذا الجهد مع جانب اجتماعي خرج أبناء حفظة للقرآن والآن يدرسون في كلهم يحملون شهادة الدكتوراه ولا سيما في التفسير وعلوم القرآن، ويدرسون في عدة جامعات في السعودية وخارج السعودية. وأيضا معلومة غير مشتهرة وغير منتشرة أن إحدى بناتي الكريمات هي زوجة الداعية والمؤرخ المعروف الدكتور علي الصلابي. هذا كله في جانب، واهتمامه بشؤون العراق في جانب. ولعلكم تذكرون أو بعضكم أنه كان من الموقعين على البيان الأخير لكبار علماء العراق ودعاته وتلاميذه فيما يتعلق بالاعتداء على الأوقاف في العراق، وقد اتصلت به الهيئة وقتها وعرضت له الموقف، فبادر للتوقيع وشجع هذه الخطوة ووقع معه أحد أولاده على البيان، وذكر ضمن المجموعة الأولى من كبار علماء العراق الموقعين على هذا البيان. وإلى وقت قريب في رمضان في عيد الفطر الماضي اتصلت به وسلمت عليه، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى يأتي هذا العيد فيفارقنا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. خلاصة ما تقدم أن الشيخ ياسين ناصر الخطيب الكويسي العالم والداعية والباحث العراقي قدم ما قدم في بلده وخرج ليقدم هذه العلوم، وبقي معتزا ببلده وبأهله وبعشيرته وبتلاميذه وبهويته، فقد توفي وما زال إلى الآن يحمل الجنسية العراقية ويقيم في المملكة العربية السعودية بصفة مقيم، لم يحصل على الجنسية ولم يسعى لها حسب علمي. فرحم الله الشيخ ياسين الخطيب، ومد الله سبحانه وتعالى في أعمار علماء العراق في الداخل والخارج، وقدرنا على أن نقيم لهم هذه الندوات العلمية الاستذكارية أو أن نطبع أو ننشر بعض مؤلفاتهم. يعني ما ذكرته من مؤلفات لم يصل منها للعراق إلا على سبيل الإهداء والتبادل بين الجامعات والمكتبات، أو ما أهداه لزملائه وأصدقائه ممن كانوا معه في مراحل الدراسة. وهكذا فهناك مكتبة عراقية ضخمة جدا طبعت تحت مسميات أخرى، ويؤلمنا أحيانا ولكن نقول هذا للأمة، الله سبحانه وتعالى يعلم ومن هو قريب منهم يعلم. كثيرا ما نقرأ العالم الفلاني وينسب إلى البلد الفلاني وهو عراقي، ونقول لا بأس، المهم بأنه ينسب إلى الأمة. وبارك الله في الأخوة في القسم العلمي، وبارك الله في الأخوة الحضور، وعذرا على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور مثنى حرث الضاري، شكرا لك على هذه الورقة القيمة، وشكرا لكم سادة الحضور على هذا الحضور المبارك، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاءات قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.